هاللحظات مضت من دون ما تكوني معي، كنت ضلني حاسس بالضياع والتعب. لو تعرف ديب، ما بتعرف قديش كنت مشتاقت لك. صدقني كنت موت بكل مرة شوف فيها بنت عم تلمس ايدك. عن جد كنت جن على الآخر. أحيانا كانت آروهي وأحيانا نيترا، أحيانا كنت حس إني لازم أقتلهم وارتاح من وجودهم. حاسس كأنه هالحب شي غريب كتير. لما بيوصل لأقصى درجة فهو يا أما بيخلق من المحب شخص عظيم وقوي، يا بيحطمه تماما. كيف كنا ممكن نحمي حالنا؟